إيران دولة مؤسسات. نعم. الرئيس الجمهورية له مساحة مهمة، وهو شخصية ثانية بعد القائد، ومن خلال هذه المساحة يستطيع أن يفرض يعني إرادته، أو أن يفرض بمعنى أن ينفذ برنامجه. هذه ربما تكون الكلمة أفضل من فرض، لكن يجب أن نعرف بأن له شركاء كبار ومؤثرين في اتخاذ القرار. هذا اللي يعني المجلس الأعلى للأمن القومي، مجلس الشورى الإسلامي، مجلس الخبراء، مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجلس صيانة الدستور، القيادة العليا المتمثلة بالإمام الخامنئي. هذه المؤسسات وهذا الإشراف وكله في إطار الدستور. هذا هو يجعل من رئيس الجمهورية الشخصية الثانية مشاركا في صنع القرار. صنع القرار هناك ثوابت في الدستور،